يكشف الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء عن حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي. وبات من الصعب إسناد مهمة السوبر إلى الحكم الألماني فيليكس بريش بعدما طلب تذاكر طيران بقيمة قد تصل إلى 400,000 جنيه، وهو ما رفضه اتحاد الكرة المصري. وحدد اتحاد الكرة 3 أطقم من دول مختلفة مرشحين لإدارة مباراة القمة، هم السلوفيني دامير سكومينا والصربي ميلوراد مازيتش والتشيكي بافل كارلوفيتس.